يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مر نوا وداد في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعين كجر لي دحالكي سيبا وعين كجر لي دادكي فراليالك وحكو دحلي ايا قدر هذا قوان مرنوا أسبابها نفلوه كوين تقالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقعذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر لي دحلكي سيبا وعين كجر لي دادكي فرليالك وحكو دحلي إيا قدر هذا قوان مركب عشاقنا سويل والفروض المقدرة وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى نصيبي هذا لقدري أما فر الله الله وشاك إلهي كتاب كيسا ستة والح لا يزاد عليها لما كرديو ولا ينقص منها لقمان النقصامية إلا لعارض وحسود ريو يمين مويان وهذه وحين الصوت شاك إن كل عول السيدة عول كي أكره وحين الشاك إن هذه مثلا وقف قرد قف قفر الكلية هاي عدك لنا اللوايو دين مركا قفك دب لوغو علينا يفر الغيت كوكا تيمو يا انتي كاري مركا عارض كاي شيء سود ريا عيد كالو دحش اللواي ايا كان تيم مركا ان لكرديو او وحي قفك ريقادنا نصيب كي قوانا يورها ان لكرديو لما نغصامي عول مويان عول كنيسة وين صوت الماني وعين الى مركا وستة هي لعدو النصف ولما ميلودو حل والربع أفر ميلاد ميل والثمون السداد ميلاد ميل والثلثان السدح ميلاد ميل والثلثان السدح ميلاد لبا والثلث السدح ميلاد ميل والسدس يلح ميلاد ميل هذا وقد يعبر الفرديون لما عند حليها النذو هنا يكعبران بالله عن ذلك كا مركا إشيقيا بعبارة مختصرة عبارة لقابيي وهي وحوي عبارة سنة الربع يو الثلث وضعف كل ونصف كل الربع وحوي أن أفر تامد كود وحتر هذا ضعفه ده لبنلاب والنص مركاد لبنلاب تو مركاد إساقي هدنا سي كالبردنا ثم بور نقر يا ودمد ولبو كربر بيا والثلث وحوي واسد حمار ضمد ضعف مركا تراي الله ولا بتو حكون نقضي ثلثان ونصف كل مركا تراي كربر دنا وحكون نقضي سدس الى مد ولبو كربر بيا هذا عبارات كاسوم بي كرديانو اي شيغان توشيحانا وقبضان كوا شيغا يعني باجوري ونو حوغي ايوك الشيقية وصدح طريق ومد وحلى طريقة التدلي وحوية وطريقة هو سداد جدا او كسر اي اتشبك وقوين ايا الشيقية دم يترى حصبا لو داد جيا وحنوا وضا قصور يدا وضا شب وحنا وقوين نسك ايا كالبركة وحنا وقوها سيا وحوية واثمك استيد مراتك امك وحقف كل حلو كالبر بوغو بدن وحو وحو دحلنا وحا اوغو ير سيديد ميلو دو ميل مركا انت كالا شاقبا هوس لو سو دادق ايا مركا طريقة تدلي وحا كمي دا انيس والربع وثمن سيداو مركا وشاقي
وحكى قابن بوري إلا إلى ضع النصف والثلثان ونصف ونصف ونصفهما إلا إلى النصف إيا ثلثان مدول بالنسكي إيا نسكي سنسكي أو مثلا مركعة ترى هذا النسكي إن أو كاس أمركعة كاربردو ربع باكو صوبحي نسكي سي مركعة يعني سي كاربردنا ثم كي باكو صوبحي مركعة هذا لو كل وثلثان أو ثلثان كي الله بداسا نسوهما وثلثكي نسكي نسكي سنوي حكون غني يا مركز السدسكي أيو سورة كو صباحية هدي أسيه النسو ونسوي ونسو نسوي هنا والله ميدون والثلثاني ونسوا ونسو نسوي هو إسي وكلا صاريهم لما دين مكان شيء وكلا صارين وي ميدنا وحالا إلى أبوني طريقة ترقي شبك وهو سيئا لشيقيا دم يترق هربا لوكا عيا وعري الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما بل ثمن او سيدد ميلودو ميل اه marka hada laba laabto de way wada laba laab ma yaano afar meelo min labaabay noqonayaano rubuc ba kaaga soo baxaya wadic wadic ba marka aad si laban laabtana ayana afar bay noqonaysaa nisba kaaga soo baxay marka tira wasudusu tudusu lix meelodo meel ah marka aad laba laabto waxa ku soo baxay sulus وضعف وضعف ما مركا تلاد أفر خليك تنا وحكو صباحا يي سيغنا ثلثان كيف حكو صباحا يي تانا وحا لينا طريقة ترغي وكريد طريقة توسطنا كي وابن حدا ايان لغا بلاب ايان مرنا وان لكور ايان مرنا حسبا لودك ايان ايان واتنوي نوشاكي اوني الربع والثلث وضعف كل ونسو كل تاسنا وا مرنا وو كوري مرنا هوس بو دادغي اسكي سوغد واخ ويري كوما جيران وا انتن امي ماركا عبارين او شيغان وي باجور ولا وا كد توشيحنا وا كسير بدن يحي فالنصف هضبا نسكو فرض خمسه شن ايا واخ كو دخلا البنت انن ميد كو دلي وبنت الابن اي انن كي سو دلي اذا ورد كل منهما مركو ككليوبو عن ذكر يعصبها مثل ابو عصبيه ولخته ولا شيء اي ايضنا وحكو دحشا من الاب والام حق ويا حق اباي كولا لهين ولخته من الاب اي ولا شيء حق ابو اذا ورد كل ما عن ذكر يعصبها مركو ككليوب وزوج اي صيغ اذا لم يكن معه ولد هدان الا لجر ذكرا كان الوه سي لبد او انثى ما حدديت ولا ولد ابن نان لجر هذا وين مركو فرليالك يا عدينتودي نو شيغي ايا هدانا و هو انو غدا غريا ميد كسيا و خو قاتا فالنصف هذا بنسيا كلبد حولها كلبركي وحا قاتا أما النسق فرض خمسة شن غف أو دحرياشا كمدا أي أمد ولبوح قاتا هانتدا لقيتك يترك ذا كلبركي كو البنت إن أنت ودري ميدوان إن دو هدو إن أن ودري كتكي أو إن أن كرنا آني لچرين إن أن آنو لچرين inan daasi waxay qaadanaysa hantida ama hooyadeed ha taacida ka tagtay ama aabaheed ha taacida ka tagtay kala bad wayn kaad waahida tan falah nisfu wa sida ilaahay u leeyahay haday mid tahay nis ayay yeelan wa bintul ibni inan kamaydku inan tu dhalay inankeen meedku ama islaana haatee inankeedi inanta u dhalay haduu nin yahayna inanka meedku inantu dhalay ayana markaa waxay qaadan kala bad ayay qaadanaysa laakiin ayagara waa inay kaliye tahay mid kale walaaliyin la jirin mid ay walaaliyina waa inaanu la jirin bintu sulbi inanu dhalay meedkuna waa inaanu jirin ee waa inay inanta kaliyo awowga u yahay ama ayayda u tahay inankeedu inanka meedku dhalayn waa inay tahay markaas shardigeysa inoo sheegay wuxuu yiri
إذن ورد كل منهما مد كسا أو لبدو ذاكا هذي ومركو ككليوبو عن ذكر يعصبها مد لبو عصبية هذي مد لبو ولاليهين ولجروم وعصبين يا عصبين قريان واتين صوت المانع عاصب بغيره أي مركان قريسا إذ للدرجة هنا وإن نجرين أو بنات كان حبلك هل وإن أي ولاليين نجرين أما للدرجة برات الإبن كان كوا مركا خلو للدرجة وإن نجرين وإن مركا بنت الإبن تايد عيد حجابته أما مركا نقصا بسانا أو أمر إبن أما بنتها هنا وإن نجرين والأخت هل كاسوا اللبا والأخت ولا شيء أي أيضا وحكونا حشا من الأب والأم بيتك حقه هي حق أبوك ولا لهاين بيتك أما هلا بعد أما هلا دقيادو هدو كتغو إن أنا حقه هي حق أبوك ولا ليهين وحي لنا يساهم تذاك ربط والأخت من الأب ولا شيء حق أبنا أيضنا كبر بيل هذا ما يبعد انتي لب يدري متك ضرب هذا وحكيته إن أنا حق أبوه كول عليهين إن أنت أسرك كبر بيل قادر إسام ولو أخت فلها نصف ما ترك وسائل هاي ولا هي هدي ولا لصورة وح أصورة ذاك كبر وحكيته وحنا علماء كويش مع إن هل كان أيضا لو تشهدوا أختذا شقيقة أي أخت لأبكها أختذا لأمكها ولا شحقه أيه آيات كدمات المامي والواق روقته فلكل واحد منهم السدس تاس أيه سيد بن مسعود قرامر كاشادو لي هلاية المامي صو تاس أيه الوحى ماركوا زيكوا رواكوا شقد عبر لأبقى وحنو إذن فرد كل منهم أهو أمركو متك السؤال اللي بدو ذكا هذي كيك اليوب عن ذكر يعصبها مثل أبو عصبية ولال لب أو عصبة يوينا نلتشرين إلا هديك العاصم بغيره بين لبض بن قريان وينا نلتشرين عدة حجاب تأمل نقصام سا ومثلا ويلش أكره يا بنات كي أكره يعني وين نقصامين يعني قرنا وحجاب يعني مركا أفضل تأسي مرك عيسى وكريوبان مد بوحي قادر ساكرة برد وأفرطا دبرا والزوج إذا لم يكن معه ولد وحك رئيسا ونوح كل حلا مالك كرة برد سيجي ينجي هوان إذا قبي واسا إذا لم يكن معه ولد ومرك آنو لجرين إهوان ذر رحل يا آني لحين إلمه ولد نوحان لحضير لحلق لحسن ولد لقولا مد لم يمد دقوه نقضاء ذكرا كان أو أنثى أما هلا بعد أما هدد دجال ما كان إلما لا تشرم ويه إلما هاسي أما إسقى هودا شو أما عد كره هودا شو وين إنه إلما لا تشرم ولا ولد ابن يعني هو أنا ذا نضح لي إن كاد إلما وصير دري أما هلا بعد إلما هاسي أما هدد دجال إسنه وين إنه مش تشوجن ما كان إنك يروح قاذر يا حاله كربر أيو قاذر يا وأنا مساق هذا الكإلهي ليهي ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وحيدين سقم هذا حاسسين وحي كتين كالبرد مهرك أو إبرك أقول حيدنا ها غطو وحي كتكتين هذا مهرك أقول هذا إسلام جاي دمتو دي مهرك أذيك اللي أقول ليهي وارد حال هذا أنا يبدل هاي كالبرد بعد هذا إنت كالان عيدي دحل كذا رحيد والله تصير إسا وإن لم يكن لهن ولد هذا أنه إلما وسقنانين ilmaha ma adiga ugu dhashay ma cid kale u dhashay waxa wax ku dhaxlaya shanta cid kale oo lixaad oo xoolaha kala bar qaadata ma jirto waxaan arkaysa sida islaamku dumarkii ugu buriyo afar dumar ayaa midba kala bar qaadanaysa inamada ayaa kala bar ka lama siinin walaalihiina kala bar ka lama siinin marka shariicadu waxa ay u burisay دور كي أيه يبرس هالكا والربوع ربع فرد اثنين لما فر الكود ويه
الزوج زوج أو مع الولد الملج أو ولد الابن سواء كان الولد منه يساء كأهيا أو من غيره كأهيا وهو أي الربع فرض الزوجة هل زوج والزوجتين لا زوج والزوجات يا زوجات كيف فرها بدنا ومع عدم الولد أو الملج الأول ذو الابن أي أيون وحكول أحرار ولا أفزع سيف صاحب ذري في الزوجة واحد فطاي تاذين لقوي ولكن إثباتها إن لسقطة في الفرائد لحل قد عديسة أي أحسن وناك بدل للتمييز سيلا بدل الله كلا صاروا وعينك صباحنا يكرا بد عدي كود أحلى إيسي إمي كان وأفر ميرضو ميليا كود أحلى وعلي مرقى شاق والربع فردو ثنين إلا بفر الكدوة إلا بوح كود أحلى الزوج ننكي هوانا دقبي ومع الولاد إلماء إلا شيء لتشوقو أو ولد الإبن أما إلماء إنن كادو سيد علي أما هلا بعد ما هذا دياله ولا تشوفه سواء كان الولد منه يساك هيا يساك ولا ليه أبوه هيا أو من غيره أما عد كلا يعني كذا شيء أبوه هيا ذا وأسوق من مر هذا الملا هذا هاي هؤلاء ذا نبتي أما يساك هودا شيء أما عد كلا هودا شيء الماء سهلا بعد ما هذا دياله أما إين كذا الماء وصيد عليه هلا بعد ما هذا دياله waxa uu ninkaasi qaadanaya hantida ay ka tagtay afar meelad oo meel wana say ilahay la yeefay in kaana lahunna walad falakum arrubu' hadii ay dumarkaasi ilma leeyihiin kala barba qaadanaysan halka markaan u bajinin nis aad qaadanayseen haday ubad ka tageen waxa qaadanaysan afar meelad oo meel إن دبضنا واحد علمته يعني يكون تجين مال الياريا ماشي ولد لشاقه أما ولد السلبي ولد الابن وراء والد وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد سيدو مركا رحبي ذرا مال الياريا ماشي مركز أن عسكرني مركا ولد ولد الابن جرى مركا إسكنه والله عسكري يقسمه كاسي وامد وهو الربع يأفر مرضه مال فرد زوجتي وهو حقود على هالحاس والزوجتين اللي بحاس والزوجاتي يحسس كي بدنا او دي افر يا وحكا بدنا موين هنقران افر يا وحكا بدنا سيبن هنقران دي هدو قال سو اسلامو طبا موتا دي افر كدورا لورا ريا دي اندانو كباد دورانين هده نفدي كبحضو محل ييليا دي طبعاً كده ألقى رأي تاجي يلا دخل كيس يلاه يا اللي وعك على سارة مجنين مركا أول زوجاتي يا زوجاتي فرابدنا مع عدم الولدي مركا أنا ولد شرين أو ولد الابن أما نكان بنتي إن كيس الموسيد اللي أنا شرين حاسكو وحي أفرم الله ذو مال بي قدر يساعدني متهاي هذا إلا بيه صدح أفريه إن الربع عاصم بي وذقاذن يعني أفريتوني كرقيم سنيان مركا ننكا كدن تيانو المكتقين إلمها أما أيضو هدش أما عدك الهدش وح إلمها يانو ترين أو ولد الإبن إن انكيس إلمه الصيد علينا أنو ترين أفر ميرضو ميل بيليهن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وسيله الى يضمرك وحا اسر هذه افرمالدو ميل وخي ا كتغتين حدي انو ادين سغنانين علمه وحا قالوا شيخ ولفصحوا في الزوجتي زوجها مركه هوين ده لغا حدي وحا فصاحه بدل حذف تا ان لا غويه تا او زوج ان لا يراهدو نكينا زوج لا يراهدو هوين زوج زوج لا يراهدو ولكن نسو ما ترك أزواجكم أزواج بعين لقوا شمعنا يا زوجاتكم هي لكن وعري ولكن إثباتها إن تأذي لقوا السقى في الفرائض فرائض يا دحل كده حدا الزوج الله إذا أي أحسن ولا يسلي تميز الله كلا قرطه لأنه زوج الله بدي بحد الله يوضع له هذا ما كلا قرنا يسد دحل كنا ينو يسقى قدمان لما دوني مركب باب الفرائض مركب لتشوقه إن زوج هي زوج الله يدابه وراكسن أما بابا بخخاله وزوجون لابد يبقى زوجون ننكي زوجون هو يريد
والثمن ثمن يسدد ميلاد وميل فرد زوجتي زوجو أيا وحقوق عطا والزوجتين لما زوجا وحقوق عطا والزوجات أيا وحقوق عطا حاسس بدن ومع الولد المتشوق أو ولد الابن المتشوق ويشتركن كلهن وحي وداقيا في الثمن ثمن كأي دمانتد وداقيا لا بين كسب عن كيس صدحات بين مرينا ثمن سدد ميلادو ميل سدد ميلادو ميل وعلي هل قف با وحكو قاطا وعلي وثمن فرد الزوجة زوجي حاس با وحكو قاطا نمبر اندو ادو كتك اسلام ديسي والزوجتين هذو لبا اسلامات كتو قرنتي والزوجات هذو اسلام بدن صدح يا افر قرنتي سيدين ميلادو ميل باي قادن مع الولد لكن ومركو الماء دلي ودمر كلا جيرو انني انن كو دونا هادي او ولد الابن اما انن كيس الماء سي دلي اما لبا اما هدا ديغاده او لا جيرو وي اما ايدو هاود اما كو هاود دلان اما كو كلا هدلان مر هادو الماء با كتغي اما انن كيس الماء سي دلي او كتغي هل حاس لابا صدح أفر وحورا هابا سيديد ميلادو ميل باي قادنا يان ويشتريكنا كلهن في الثمن لما انتو ادنا وحي وداقي يان ثمن كا سيدا اي ربع عبد لما انتو اد ايو وذا وداقي يان ربع عبد وي وذا وداقي يان وانا سيدا دي آيات دا قرآن كي تلمامي يسوف فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم هدي او يدين سنادي علم دمر كي ثمن باو سنادي استيد ملد وحيا كتكتين والثلثان ثلثان فرض أربعة أفر فر الكودوي البنتين فأكثر لبها بلاد يوح كبدا وبنتي الابن إن كان ميت لبها بلاد سيدري فأكثر وح كبدا وفي بعض المساق وبرات الابن إن كان قبله داري والأختين من الأب والأم لبا هبلود اي حق ويا حق ابك ولا ليهين فاكثر اي واحد كسي بدن والاختين من الاب فاكثر لبا هبلود اي حق ابك ولا ليهين اي وخي كسي بدن وصدح يا افر يا وهذا كاسر عند انفراد كل منهما ومره كل يودو عن اخوتنا ولا لهود فان كان معهن ذكر هذو مثل من لجرو فقد يزيدنا على الثلثين اليك كرسدان با لا اركا كما كنا وباي عشرا طبعا وذكروا كلامنا واحدا وياي فلهن عشرة أو من اثني عشرة أي أوصل ناطي وهي أكثر من ثلثيها ثلثين مثلا المركب وكب ذي وكب ذي تاس وقد ينقصنا هنا كم صمان نوال أركا كبنتين ومع ابنين لا بين أن يلا بحب لوضو كلوي هل كان نوح الشيخ ونوجل إياه ثلثان ثلثان وحو حقوق تأفر ان افرتني وحو هي افرتي دمر كاها ان نسك قادنيي او لبا يا وخ كبدن نقديون افرتي دمر كاي مركي مد مد يي نسك قادنيي oo mid waliba laba iyo wax ka badan noqdeen weeyii waatayno xaray markeenu casabada ka hadlayna aynu nidi hawaanay ka soo nasiibkeedu kala baryahay marka ay kaliyowdo laba iyo wax ka badan marka ay noqdaan ay tacaddudaan sulusaan qaata asaba bigeyrihi ayay noqotaa markay walaalkeed la joogto وأفر تنم بنا عصب بغيره نقطة مركي ولا لذ ولا شو جانا معنا مركي صدق قد بي ولا جان مركي أول ثلثان فرض أربعة أفر فر الكدوي البنتين فأكثر لبها بلاد أو ميت كل علي يوح كبرا ميت بعد انتي أما هلا بعد ما هدت يدوح كتير لبها بلاد أو علي يوح كسيب صدق أفر شن وحي قادر أيان صدح ميلوده واللبع صدح ميلوده واللبع فإن كنا النساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك. هدي هذان دمر لبا كسر ريا وحوسنا ذي كلابد يعني وحو كتغي ثلثا ما ترك وحو كتغي لبدي ثلث ثلثان كيد سنحمل وضو لبدي بوصنا ذي مركا فوق وحيدا ذان إثنتين فوق ما لبا يوحي كسي سر ريا هدي آيات لقو بدا يولا إلا وحي كهد ليسا لبا وحي كسر ريا لبا إلا سين أيانا حديثي أياك صاروا لي نبي صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع لبه بلوضو للي إنه مركز ثلثين سي وبنتي الابن فأكثر وحكى رأيونا صدح ملوضو لبقاتا لبه بلوض وقفقا ميت كهي إنه كيسو للي هدو نية هاي لبه بلوض وأوويه إنه كيسو للي هذا إسلام تهين الله بحب لوضو إن كذب على أيه يطهين إيا الله وحي كسب بدن بعيرا قاتا وفي بعض النسق وبنات الابن باقاتا حبله أو جمع كدين بنتي الابن ابن وميت كل الله بحب لوضو داري فأكثر يوحي كسب بدن وفي بعض النسق وبنات الابن هو سراء يغنى والله مد والأختين من الأب والأم وحك رأيونا صدح ميلاده لبقاتا لبادي حبلود أي حقه أي حقه أباكه ولا لحيه فأكثر يوحك سبدان ما يبان انتهي وحكتك لبا حبلوده يسكوهي أبيهين أما وحك سبدان صدح أفرشان لبادا حبلود يوحك سبدان وحي قادنا ياني قيبسنا يان صدح ميلاده لبا فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك هدي أي لبيهين وحكتي صدح من الله بأي اللي بيلهين وللأختين من الأب لبذي حبلاضي حق أبا كورا لهين يفا أكثر وحكسي بدنا رأي روالا بيد ميد بعد انتهى وحكتي لبه حبلاضي أي حق أبون كورا لهين إيا وحكسي بدنا صدح من أفر يشن وحي قادنا يان صدح من الله وهذا كاسرا مرقنا دحليان ان ثلث مرقي دحلياني اي ثلثان مرقي دحليان افرت دمره وعند انفراد كل منهما مرك اي ككليوبان وي دمانتود لبدودبا عن اخواتهن ولا لدود مرقي كليوبان وي مدك السمر كاين ثلثين مركا دخل يسو ومركا مد ولبا اي ككل يودو ولا الكيد اي ولا الكيد انو لجرين مركا عبارته وحا كو وناغ سريد با ليين اما ان لا تثنيه اما ان لا جمعيو او لا يراد عند انفراد كل من عن اخيهما وهلكن ويري عن اخوتهن مر هدي كل منهما قال تثنيه عن اخيهما لا يراهدو أما هل كهر مرقلة عند انفرادهن عن إخوتهن عند انفرادهن هل كهر الله جمعيه عن إخوتهن ساسا ورأي سريد بل عبارة لي سرع عضو هداوعي لشاقه أفرتاها بلود ومرقى مدول بكك اليوبان دولا لدوده فإن كان معهن ذكر هدو مدل بلتشروه فقد يزيدنا على ثلثين وحل أركا ثلثين كي إنا يكرر الصدام مركا دي ثلثان مي ألان أيان محاي نقول أيان عاسب بغيره بي نقول أيان عسب بغيره أي مركا نقول أيانو وحل أركا مركا إنا ثلثان كي وحكا بدان قاتان كما لو كنا عشرا وطبا وذكرنا واحدا وامد مركع عصب الله ودي سيوحنا وحال الله قدي ساعدة الرؤوس ماذا حوض انتو يا ايضا انان كينا الله ومدح لغا سوق هذا ايو انان تينا هل مدح لغا سوق هذا ايو نم بعد انتي اما هوين اي بعد ما تي ديوحو مركع كاتي طبعا حبلود ودي أما يولا لهنا مغدري
iyo hal inan oo deeyay markaa ay walaalihiin kuwan oo ama la dhashay oo ay wada dhashay ama walaalwadiihiin 12 sanad ruus ayaa 10 hablood midba hal madax baa laga soo qaadayaa inan kale 2 madax baa laga soo qaadayaa 12 loogu dhisaya isagii markaa wuxuu qaadanayaa 2 ayuun buu qaadan hablihiina mid mid ayay qaadan lidha kale mid wax dhun sayayni marka hablihii 10 bay qaatoon mid walaal mid bay qaadan kii labaad markaa wuxuu qaatay 2 wahiy akthar min thuluthay ama thuluthayn gaadina way ka badantay laano 2 iyo 10 thuluthayn gaad waa 8 8 bay markaa thuluthayn noqday markaa 10 bay qaateen markaa soo kala haduu walaal la jiro saasay uga badsanayaan casabada waqad yanqusna inay ka nuqsaamaan walaalka thuluthaynkii ka bintayn ma ibnayn de waxa weeye marka ay laba hablood iyo laba inan yihiin mid baa dhintay wuxuu ka tagay lab iyo dhadig mid ku doonaba ha ahaadee laba hablood u dhaliya laba inan u dhalay labada hablood labada inan waxa laga soo qaadaya laba madax oo waa 4 labada habloodna dee waxa weeye waa labadoodii madaxuun 6 baa loogu dhisayaa labada inan waxay qaadan marka 4 labada habloodna mid mid ayay qaaday inay kibar labo qaadanaya hadii thuluthaan la siin lahaa 4 bay hablo qaadan lahayd imika 2 ayun bay markaas ay qaateen idan marka thuluthaankii markaana way ka yareysteen deriskeena qaybti jira halka inoogu joogo wallahu aalam فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست